حلوة. ايه؟ لا جامدة. 4 جزرات مبشورين وبصل مبشور، معلقة زيت، ننزل بالبصل. أول لما لونها هيتكرمل كده شوية هننزل بإيه؟ بالجزر بقى. الكبسة بقى إيه، بتحب الجزر الكتير بقى. خش لي زوم كده وريني كده الالوان الجامده، شايف الالوان دي بقى؟ توابل الكبسه السعودي الاوريجينال، اوريجينال دي من السعوديه على طول. ايه ننزل كده، دي بتجيبها من عند بتاع الكبسه السعودي. اللون الجامد، اللون الجامد ده اسمه اللون الجامد، الجامد جدا ماشي. دي اسمها كبسه، يبقى لازم ننزل بالفراخ زي ما هي كده، مش مستويه ولا اي حاجه. فين ايه مزنين كده بالفراخ كده. بعد بقى ما خدت اللون ده هننزل بايه؟ كوبايه ميه، كوبايه تانيه. مش عايز اقول لك الريحه اقسم بالله جامده جدا. بس زياده التبذير بقى ايه، ننزل بقى بايه؟ ومكعب مرقه بقى. زياده التبذير بقى كله ايه، ننزل برضو كده بشوية زبيب حلوين. الكبسة تحب ايه؟ تحب الزبيب. ننزل بالزبيب، ورقتين لوري، حبتين هيل زي ما بيقولوا اخواتنا، معلقة صغيرة توابل كبسة من عند العطار، دي غير اللي احنا حطيناها في الاول. شايفين اللون يا جدعان؟ اللون جامد 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 اهو. اهم حاجة بقى ايه؟ رز بسمتي منقوع ومتصفي، ننزل بيه كده اهو، كوبايتين رز، وتقوم جاي مغطي عليها كده اهو، افتح عليها، يبقى ده شكلها كده. وايه كده ضن استوى. والان حان وقت الاكل. ايوه ايه، لا جامدة. ودي كانت أحلى طريقة وأسهل طريقة للكبسة السعودية. خلينا بقى ندي البتاع دي كده أهو. أيوه بس.